ملعب كايم بي إلى جوار باستيان المغربي أن يهاجم منذ البداية. فهنالك في شوف الكرة والتصويب قوية جدا قوية، الكرة عرضية عاد الآن وتصل، حاول خاطئ المنتخب الكونغولي، محاولة كونغو، الخطورة قائمة لي طارق، يحاول خطيرة أمام الجول، جول، الله 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 يا مغرب، الله على أسود الأطلس الذين يسعرون وتسمع أصواتهم في قطر، تسمع أصوات الزهير، أصوات الزهير أبناء المغرب، يا سلام يا سلام يا سلام، أحلى كلام. جولية خطيرة، لمسة والكرة إلى خارجين، انطلاقة هجومية للكونغو، خطيرة للكونغو، كاد الكونغو أن يسجل هدف أول، كاد الكونغو أن يسجل هدف أول في اللقطة الماضية. مرور ممتاز، كرة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب من أشرف حكيمي، ذهبت الكرة، كرة موجودة الآن للكونغو، محاولة خطيرة تلعب الآن، الكرة سهلة إلى حارس المرمى، الحارس منير المغربي السعيد الكبير الذي سجل هدف أول جميل وسجل الهدف الثالث لمصر. أيوب الكعبي تسديده إلى الهجوم، لاحظ الهجوم، لاحظ الكرة الماضية، اشناوي عليه عز الدين، جول أشرف حكيمي، جول أشرف حكيمي، يسجل في شباك الكونغو ويبصم بالعشرة، المغرب في المونديال، الجماهير المغربية بسعادة.